الأسباب يعني أنا أعتقد يعني بالقانون يقول هناك مخفف جرمي إذا كان الشخص غير عاقل، إذا كان ليس بوعيه، إذا كان مثلا محتاجا على سبيل المثال، إذا كان غير كفو وأختير مرغما ممكن أن نجد له العذر، لكن كل هذه الأسباب لا تتوفر الآن في هذا الشخص المعني. وأعتقد الشخصيات المؤشر عليها أصبع الاتهام هي في تربية الرصافة الثانية، والمسؤول الأول بالمباشر كلجنة امتحانية والسيد مدير عام الرصافة، يرافقه أيضا في عضوية اللجنة السيد مدير الامتحانات وأيضا عضو آخر. هؤلاء الثلاثة لا يمكن أن تفتح الأسئلة إلا بحضورهم، ولا يمكن أن تستلم الأسئلة من الوزارة إلا بحضورهم. نعم. فهؤلاء ثلاثة هم مسؤولون مسؤولية تضامنية عن ما حصل يوم أمس، وهذه حقيقة ليس كلمة بسيطة نعطيها تصريب، وإنما هي جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة إدارية. الأخلاق لا يمكن المساس بها، تماسك المجتمع لا يمكن المساس بها، العرف الاجتماعي المتعارف عليه لا يمكن المساس بها. خيانة الأمانة من أشد العقوبات التي تتخذها الدول الإسلامية ولا يمكن السماح بها.